جيت اليوم الحمد لله نأدي الواجب الوطني تاعي في اختيار رئيس مناسب للوطن، استكمال كل المشاريع التي بدأت. نتمنوا الخير ان شاء الله اللي يطلع، ونتمنوا كاع الناس تجيب قوه تساعد في هذا المسار الانتخابي من اجل الوطن. بالنسبه لي عدد الناخبين المسجلين في هذا المركز هو 2053 ناخب، يعني طبعا فيه ست مكاتب تصويت، 4 للرجال و2 للنساء. طبعا المتوسط بين 300 الى 400 في كل مكتب تصويت. نشاهد الان يعني كما لاحظتم يعني التوافد تاع الناخبين، الظروف يعني ظروف الانتخاب تمشي في ظروف حسنه، العمليه متواصله. طبعا التوافد يعني معتبر، نقدر نقول معتبر بالنسبه لعدد المسجلين.